أخوي موجود هون، قتلوه الاحتلال، كان عمره 16 سنة. هذا الفوتبول كنا نلعب أنا وياه فيه على السطح، كان يدربني على الفوتبول، كان لعيب محترف لعب الفوتبول، يعني أنا شاب منيح وكريم بدير بال علي. أخوي الكبير هايو، هذا هو محمد. الواحد يعني اتمنى الموت يعني في هذيك اللحظة اللي هي لحظة الخبر، يعني الصدمة الأولى. يعني أنا تمنيت يعني أموت، يعني أنا دائما يعني كنت أحكي إنه يا رب يعني تختبرناش في محمد. مرات بعيط أنا ولما أكون لحالي يعني في الليل ما أشوف أغراض محمد يعني وهيك، وهاي كندرت محمد أنا حبيت يعني أحطها هون. قميصة كل يوم بفكر فيه. وهي البنطلون كمان ذكرني يعني، لأنه لبسه هي لسه تراب عليه، ولا أنا يعني ما بديش أغسله، بدي أخليه زي ما هو. يعني الشوق يعني شغلة مش بسيطة، ومش أي حد بيقدر يعني إنه يقاومها ويتعايش معها يعني، بس فيش أمامنا خيار إلا الصبر يعني. يعني هلأ أنا مش عارف كيف ممكن أقاوم هذا المنظر، وين ما أطلع محمد هاي الصورة أمه اللي أصرت إني أشوفها، أنا كنت رافض أشوفها، تحكي لي رح ترتاح لما تشوفها، وكنت رافض، وفعلا لما شفتها كثير ارتحت. لاحظ الصورة، هو نايم، ومش بس نايم ومرتاح. حياة الأب بعد فقدانه لابنه تستمر، نعم، لكن وجع دائم ووجع غريب ورهيب ولا يمكن وصفه، ولا يمكن وصفه. طبعا هذا أول رمضان بيجي ومحمد مش معنا. لحظة الفطور كانت قاسية جدا جدا ومؤلمة جدا جدا. هين كنا نخطط، كنا مثلا أي رحلة يعملها في البلد كان يجي هين هو أصحابه، وكنا لما نشوي هو أصحابه وإحنا جميعنا يعني ننزل في الخلا تحت. عمر كان يجي معنا، تعال عمر، كان يظل معلق في أخوه، أخوه يحكي له يلا تعال روح معنا. كانت آخر فترة قبل ما استشهد بكم شهر، اتفقنا أنا وياه نعمل أعمال تطوعية في البلد هان، فعملنا نظفنا المقبرة آخر فترة يعني أنا متذكرها منيح، ونظفنا في البلد. يعني بفكر فيه ودائما لما بسمع يعني إذا بزعل كثير، إنه هو كان يعني يمشي معي كثير يعني صاحبي على الأخير. باجي هون وبقعد زي عسدين، بحس بيكون شايفني وبحبش يخليني أروح من هون. بدري يا محمد، الله يرحمك. الله يرحمه محمد. المناسبات الوطنية كان كثير يوقف عندها، من هاي المناسبات 15/5 ذكرى النكبة، وهي كانت تعني إشي كبير جدا لمحمد. توجه ل معسكر عوفر في منطقة بتونيا رام الله، وشارك مع الشباب، ما راح 200 و300 و1000 و2000 وشكلوا هجوم على الجنود الإسرائيليين. حتى حملوا الحجر هذا الصغير، يعني محمد عارف ومدرك تماما أنه لن يؤذي هذا الجندي اللي بيبعد عنه مئات الأمتار. نسبة تشكيل خطره على الجنود الإسرائيليين كانت صفر، ما كان يشكل أي خطر على الجنود، لذلك محمد قتل بدم بارد. ليلة ما استشهد محمد كنت سهران أنا وياه هون، فبيحكي لي عن طموحه، شو بفكر هو، شو بده يدرس، فشال لي على جامعة بيرزيت، حكى أنا بدي أدرس في جامعة بيرزيت صحافة وإعلام.
بس ليش اخترت هذا التخصص؟ احكي لي انه انا من خلال هذا التخصص بامكاني اوصل للعالم انه في شعب بيقاوم مقاومة مشروعة، واطالب العالم انه يخلصونا من هالاحتلال. عمليا رحل يعني، انتقل لعالم اخر يعني، بس هو فعليا موجود يعني، موجود يعني في قلوبنا في عقولنا. يعني انا بشتاكله كثير، واكلي بيخرب يوم ما اصير افكر فيه، لاني بحبه وكثير مشتاكله. يعني خلص بكون افكر بشغله، ببطل افكر بولا شغله، بضل افكر فيه هو. محمد ابني ما كانش الاول ومش رح يكون الاخير في مسلسل القتل اللي بيمارسه الاحتلال الاسرائيلي تجاه اطفالنا. واسرائيل دائما ما بتعترف بجرائمها وتتنصل من جرائمها، والعالم يقف مكتوف الايدي. كل اطفال وفتية فلسطين ومنهم ابن محمد بيحلموا وعندهم طموح زي كل اطفال وفتية العالم. محمد كان طموحه وحلمه البسيط انه يكبر ويبني مستقبل، لكن الاحتلال الاسرائيلي برصاصته الغادرة أنهى هذا الحلم.